اتفضلي. انا عايزه اقول جيم اوفر للنظام السابق. احنا بنفكرهم دلوقتي ان احنا اولاد الفراعنه. الاجانب استغربوا قوي 1920 لما اسسنا اول بنك راس مالي وطني، استغربوا نسوا برضو ان احنا اولاد الفراعنه. وانا عايزه اقول ان العالم المصري هو دلوقتي يعني هو بيعبر بنفسه. اللون الاسود هي الايام السوداء اللي احنا عشناها، واللون الاحمر الاحتفاليه اللي احنا فيها، واللون الابيض ان شاء الله الايام الجايه. فهو بيعبر باللي احنا عايزين نقوله. واحنا جايين هنا مش عايزين اي حاجه سياسيه، احنا فرحانين لاني اول رمضان يعدي عليا وانا ماشيه في الشوارع حاسه انها بلدي، حاسه انها شوارعي، حاسه انها يعني دي مصر بتاعتي. انا اول بجد اول رمضان احس ان انا ليا كرامه. وانا عايزه بس اذكر ان السلفيه اي حد بيعمل حاجه وعامل لحيه وعمل اي حاجه تفسد او تخرب البلد هو مش سلفي، لان كلمه سلفي يعني ماشي على نهج السلف الصالح، فده مش سلفي. ما نقعدش نقول بقى ايه ده سلفي، السلفيه وحشه، لا هو ده ما لهوش علاقه بالسلفيه، لاني مصري ومسلم ايد واحده. او كلمه بقى ولا لسه؟ لا لسه. طيب.